مرحبا بكم. يتصدر مشاهير الفن والموضة صفحات المجلات ويحفظ معجبيهم الكثير عن حياتهم وكيف هي منازلهم عن ظهر قلب. لكن ماذا عن لاعبي كرة القدم الذين تتجاوز ثرواتهم ثروات هؤلاء الفنانين؟ أين يعيشون وما هو شكل منازلهم؟ تغيرت حياة معظم اللاعبين من الفقر في الطفولة إلى الغنى بعد امتهان كرة القدم، لكن إلى أي مدى وصل هذا الثراء؟ هذا ما ستعرفونه في فيديو اليوم، حيث سنتعرف على أسرار حياة أشهر لاعبي كرة القدم بالعالم. ولكن أولاً مشاهدين الكرام، ادعمونا بإعجاب للفيديو واشتراك بالقناة حتى يصلكم كل جديد من قناتنا حقائق وأسرار. أولاً بول بوغبا. احتل الفرنسي بول بوغبا الساحة في السنوات الماضية كواحد من أفضل لاعبي كرة القدم، وهذا جعل جميع الأندية تسعى لضمه إلى فريقها، كما أنه رغم صغر سنه 26 عاماً يمتلك ثروة هائلة من خلال لعب كرة القدم، حيث وصل راتبه السنوي إلى 30 مليون يورو، وينفق بوغبا ثروته في شراء المنازل والسيارات الفاخرة. اشترى بوغبا منزل كبير كالقصر قريب من ساحة تدريب الفريق بمبلغ 15 مليون يورو، ويحتوي المنزل على 20 غرفة وصالة ألعاب، حمام سباحة مغلق، صالة سينما، وكل ما قد يحتاجه الإنسان في حياته للرفاهية أو لأغراض أخرى. لديه في كراج المنزل 6 سيارات من طرازات مختلفة مثل مازيراتي ولامبورغيني وخلافه، بالإضافة إلى منزل صغير في فرنسا تبلغ قيمته 500 ألف يورو. ثانياً، جيمس رودريغيز. جيمس رودريغيز هو لاعب كرة قدم كولومبي يلعب في فريق بايرن ميونخ والمنتخب الكولومبي. تم تصنيف اللاعب بأنه واحد من أفضل اللاعبين في العالم. تحتل أخباره وزوجته عارضة الأزياء مكانة في المجلات بفضل شهرته الواسعة. لديه شغف كبير نحو السيارات، مما يجعله يقتني جميع السيارات الفاخرة، أما شغفه الأسوأ هو السرعة العالية، حتى أن الشرطة أوقعت عليه غرامة ذات مرة بمبلغ كبير. يمتلك منزل في أسبانيا ومنزل في ألمانيا، واشترى منزله الضخم الذي يشبه القصر في أسبانيا أثناء لعبه بفريق ريال مدريد. يمتلئ المنزل بالغرف الواسعة، يحميه نظام أمني على مدار اليوم. ورغم هذا المنزل الفاخر الضخم، يسعى اللاعب إلى شراء نظيره في إيطاليا. ثالثاً، كيليان مبابي. معظمنا تعرف على مبابي في كأس العالم، فقد جذب الانتباه بمهاراته وأدائه العالي رغم سنه الصغير. يتميز كيليان بسرعته الفائقة والتي ظهرت حتى أثناء التدريبات مع الفريق والمراوغة والقوة. يبلغ مبابي الآن 22 عاماً، ثاني أغلى لاعب في العالم، ورغم صغر سنه إلا أنه يمتلك ثروة ضخمة اعتقد الجميع أنه لا يستطيع إدارتها بشكل صحيح وسيهدرها، لكنه فاجأهم جميعاً محققاً حلم الطفولة، واشترى منازل وسيارات فارهة من طراز مرسيدس وفيراري وغيرها، يحتفظ بهم في كراج منزله بفرنسا. رابعاً، نيمار. نيمار هو لاعب كرة قدم برازيلي، أحد أفضل لاعبي كرة القدم وصاحب لقب أغلى لاعب في العالم. حصل على ثروة ضخمة تساوي ملايين الدولارات، أما عن راتبه السنوي مع ناديه الجديد فمضى عقد بمبلغ 30 مليون يورو سنوياً، أي 700 ألف يورو أسبوعياً، وحصل اللاعب البرازيلي على 16 مليون يورو نتيجة اتفاقية الرعاية التي مضاها عام 2016. ينفق اللاعب ثروته في شراء المقتنيات الفاخرة مثل الطائرات واليخوت والمنازل، ولكن أكثرها السيارات. لديه الكثير من السيارات، جميعها يحتفظ بها في منزله بفرنسا الذي اشتراه بمبلغ 20 مليون يورو. اشترى اللاعب منزل في بلده البرازيل في الساحل الجنوبي لمدينة ريو دي جانيرو. يقع المنزل في منطقة بروتو بيو، ويتكون من 6 غرف ومهبط للطائرات وحمام سباحة وملعب تنس وصالة للألعاب البدنية.
يبعد المنزل أمتار قليلة عن منزل اللاعب إيميرسون لاعب نادي فلامينغو. كراج منزله مليء بالسيارات التالية: فيراري 458، أودي كيو 5، فولكس فاجن طوارق، فولفو إكسي 60، فيراري كاليفورنيا تي، مازيراتي MC 12 وبورشا. خامساً رونالدينو. هو أكبر لاعب عمراً في قائمتنا، ويعد أفضل لاعب كرة قدم على مر التاريخ، ومن أغنى 10 لاعبين على مستوى العالم. تتجاوز ثروته 90 مليون دولار أمريكي، هذا فقط المعلوم. يمتلك رونالدينو قصراً يقيم به الحفلات الصاخبة مع عشرات الفتيات، ويغير صديقاته كثيراً، كما انتشرت شائعات مؤخراً حول زواجه من اثنتين منهما. يمتلك منزل في أسبانيا يتكون من 3 طوابق، غرف واسعة، صالة للألعاب البدنية، حمام سباحة، وأكثر ما يميز هذا المنزل المنظر الذي يخطف الأنظار. سادساً ليونيل ميسي. ليونيل ميسي اللاعب المهاري الشهير، وهو أحد أغنى لاعبي كرة قدم في العالم. لم يعتمد في كسب ثروته على كرة القدم فقط، بل أيضاً حصل على مبالغ طائلة من الإعلانات واتفاقات الرعاية التجارية، أشهرها أديداس التي يحصل منها على 10 مليون دولار سنوياً. يحب ميسي إنفاق ثروته مع عائلته، يمتلك طائرة خاصة قليلاً ما يستخدمها. أكثر شيء يحب شراؤه هي السيارات، يمتلئ منزله في أسبانيا بعشرات منهم. لن يسعنا الحديث عن ثروة ميسي والأشياء التي يقتنيها في هذا الفيديو. باختصار، يمتلك ميسي منزلاً وشركة في الأرجنتين، أما الآن هو يسكن في منزله بأسبانيا. يتميز المنزل بمنظر خارجي خلاب، أما عن الأثاث المنزلي فبالتأكيد هو الأكثر فخامة على الإطلاق، تم اختياره بعناية فائقة. يمكننا رؤية هذا في مقاطع الفيديو التي ينشرها ميسي بصحبة عائلته التي يقضي معها أفضل أوقاته. سابعاً كريستيانو رونالدو. رونالدو واحداً من أغنى لاعبي كرة القدم بالعالم، لا أحد لا يعلم هذا. لم نحصي عدد المنازل التي يمتلكها، لكن ما نعلمه أن لديه منزل في أسبانيا والبرتغال وأمريكا وإيطاليا. يمتلك جزيرة خاصة به وطائرة خاصة يفضل الانتقال بها لقضاء العطلات، وأحياناً ما يقضي عطلاته في يخته الخاص. يمتلك منزلاً ضخماً في مدريد يحتوي على مسرح، صالة ألعاب بدنية، وحمام سباحة. اشترى أيضاً منزلاً في مدينة نيويورك الأمريكية، وتظهر شدة حبه لشراء المنازل أن كان أول شيء فعله بعد الانتقال لفريق يوفنتوس هو شراء منزل آخر. كل شيء بالمنزل ثنائي، به مدخلان وحديقتان، وباقي أجزاء المنزل من حمام سباحة وصالة ألعاب بدنية وغيرها. يمنع اقتراب أي أحد من هذا المنزل، كذلك لا يستطيع المصورين التقاط الصور له، ولكي تدخل المنزل عليه أولاً أن يفتح لك المدخل الخاص بالدخول. أقرب جار له هو جون ألكان رئيس شركة فيات كرايسلر. لم يقتصر شغف رونالدو على شراء المنازل، بل هو يحب السيارات الفارهة أيضاً، ويمتلئ كراج منازله بسيارات باهظة الثمن بلغ عددها 19 سيارة من طرازات مختلفة، آخرهم سيارة من طراز رولز رويس. يبلغ راتب اللاعب السنوي مع فريق يوفنتوس 30 مليون يورو سنوياً. مشاهدين الكرام، متابعي قناة حقائق وأسرار، وصلنا لنهاية هذا الفيديو. إلى اللقاء.